بس الأستاذة باين عليها بتاجي هنا من زمان يا دكتور. لوحدها مش كده؟ خطتني. مش عارف أنا بس استفدت إيه من المديتيشن ده. دكتور يحيى راجل محترم جدا. ما هم المحترمين دول اللي لازم الواحد يخاف منهم. أنا مش منبه عليك 100 مرة إن أنا بحب أرش الجنينة بنفسي طول ما أنا هنا، وإن كان على التنطيط أهو يا أخويا. أهو أهو أهو. تقدري تقولي تأمل، اشمعنى انت يعني بس اللي بتتأملي؟ لازم تفهم ان في حاجة طبعاً انا عملتها معايا راجل غيري. فظيعة. صوص ايه ده؟ مشروم بيبر صوص. رهيب رهيب.